مرحبا بكم في مساء يتجدد عبر قناتكم بيلونة. لا زالت فعاليات مهرجان الظفرة قائمة في دورته العاشرة، ولا زلنا نحن هنا ننقل لكم كل ما هو جديد ومميز ومشوق، ونأمل أن نشوفكم هني في أجواء المهرجان بهذه الفعاليات والأجواء الجميلة. طالما مهرجان الظفرة مستمر، مسابقاتنا وجوائزنا أكيد مستمرة. كل ما عليكم أنكم تتواجدون هني معانا في السوق الشعبي في مهرجان الظفرة لعام 2016. خلونا نبدأ حلقتنا اليوم وياكم، حياكم الله. أجواء جميلة، أجواء رائعة تمتزج بالثقافة والتراث في مهرجان الظفرة. بنبدأ وياكم اليوم، بنشوف من المتسابقين اللي بيكونوا ويانا أيضا في سؤال الظفرة لليوم. حياكم الله. خلونا نسأل وياكم سؤال. هنا أحد المتسابقين الموجود ويانا، مرحبا ساعة. مرحبا ومسهلا. الله حيّ. اسمك كريم. محمد سالم الراشدي. والنعم فيك يا أبو جاسم. اسمك بالخير؟ عبد الله بن سالم الراشدي. عبد الله ومحمد. نعم. كيف تشوفون مهرجان في هذه السنة؟ ما شاء الله ما في كلام. كل ما له في تطور وفي زود، الله يطول عمر الشيوخ. آمين. مهرجان عالمي هو. أول مرة تزور المهرجان؟ لا، كل سنة احنا من المشاركين هنا. تشاركون. الحمد لله. فالكم التوفيق. وياك إن شاء الله. سؤالكم يقول: ماذا نقصد بالصبوح والغبوق؟ ماذا نقصد بالصبوح والغبوق؟ الصبوح طول عمرك اللي يكون هو اللبن تشربه الصبح، عقب ما يحلبون تشربه الصبح، والغبوق يكون العصر ولا المغرب. متأكد؟ نعم. ما يحتاج كلام. انتو هالحلال ما شاء الله، والمعلومات هذه حب غريبة عليكم. نعم ما في شك. نعم صحيحة، صدق الجواب عبد الله. فعلا إجابتك صحيحة يا أبو حميد، وهذه جائزتك مقدمة من واحد ليوة للرحلات. تفضل. يعطيك العافية وشكرا لكم. تسلم. جزاك الله خير على التغطية، وما تقصروا في التغطية الإعلامية. حياكم الله. الله يبقيك. قناة بينونة الصراحة هي مبثة كاملة، يعني حتى اللي ما تغطية كاملة، حتى اللي ما يحضر يتابعكم كله. يتابع عن طريق نعم. شاشة قناة بينونة. نعم. شكرا لكم. بينونة نظر الشاشة. استمتعوا في الجو. يا مرحبا. جزاك الله خير. مستمرين مشاهدينا، حياكم. وراي واحد الفنون التشكيلية من أجمل الفعاليات الموجودة، واللي يحب الرسم ويحب هذه الحرف موجود هنا في هذه الفعالية وفي هاي الواحة تحديدا. شباب شباب وين رايحين؟ تعال 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 تعال. مرحبا الساعة، رحب فيكم بداية على أرضكم الإمارات. الله يبقيك ويطول عمرك. مساكم الله بالخير جميع. يا مساء النور والأشواق والطيبة. ونشكركم على حسن الاستقبال وعلى موقفكم اللي يجمل، والله يبيض وجيهكم. طول عمرك. الاسم الكريم؟ ظافر بن حميل اليامي. والنعم فيك يا ظافر. ناصر مسر المنصوري. ناصر ظافر خالد المنصوري. وخالد يعطيكم العافية. وكيف تشوفون المهرجان؟ والله طيب الحمد لله، والله جانا بيض الوجه، مرتب ترتيب طيب. ظافر شو اللي شدك في المهرجان هذه السنة؟ شدني كلش، حماس وكل علم طيب حصلناه في المهرجان. يعطيكم العافية. الله يعافيك. سؤال مقدم شركة أبو ظبي للتوزيع. تفضل. وإذا جاوبتوا عليه إن شاء الله لكم هدية. توكل على الله. سؤالكم يقول: طرق ترشيد الكهرباء، كيف طرق ترشيد الكهرباء اليوم؟ اليوم؟ هي نعم. والله يا طويل العمر فيها ألف وسيلة وسيلة، يعني منها الصفايح الشمسية هذه. لا أنا أبغي ترشيد الكهرباء بحيث أني أنا ما أستخدمه بشكل يومي، أو أني أقلل من استخدامه، فكيف أقلل من استخدامه؟ شو الأشياء أو النقاط اللي أسويها؟ والله عندك قلنا لك شبت الضوء اللي قال الرجال. دقيقة أعطني خالد. شب الضوء بطل جاماتك وخل دواشي مالية. أنا بسهل عليكم السؤال أكثر. ترشيد الكهرباء ما معنى مثلا أطفي المصابيح عند الحاجة، يعني اللي ما أحتاجها على شو هي منورة مثلا على سبيل المثال؟ أطفي صح ولا لا؟ شيء آخر أعطني. بند مكيف. زين. شو غيره؟ بتمد لا تبند. بند السويتشات كلها. زين. يعني بعض الاشياء يعني في الشتاء ما انت في حاله مكيفات، ما انت في حاله بعض الليتات، انت في جماري. بس اسوي ارفع درجه حراره بطن مكيف؟ لا تبنده مره، انت عليك شتاء مره. هذا في الشتاء. وفي الصيف شو اسوي؟ في الصيف طال عمرك زود على المكيف
سمعت مني وخف ليتك. يعطيكم العافية شباب، وشكرا لكم وموفقين خير. الله يوفقنا ويا. الله يعطيك العافية ووفقنا ويا. حياكم الله، موفقين خير. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله من هالصوب. اهلا مرحبا الساعة. مرحبتين. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسم كريم. محمد الحبشي. من نعم. سعود دريس. سعود ومحمد. صحيح؟ صحيح. فزتوا معانا. لا لا حسن وياك. انزين خلونا اخبركم برنامجي واللي هو يعني سؤال البطل، اكيد عرفتوه. اسالكم سؤال خفيف، منها تستفيدون من المعلومات القيمه اللي فيه، وغير ذلك تربحون ويانا هديه. بس تمام. وسؤالكم عن شركه ابو ظبي التوزيع، كيف ارشادات شركه ابو ظبي التوزيع؟ حضرتوها ولا ما حضرتوها؟ لا والله بعدنا ما حضرت. اليوم اول يوم. اول يوم لكم؟ شو رايكم المهرجان؟ اوكي حلو. خطير؟ طر من الاخر. تمام. زين اوكي، سؤالكم يقول اذكر لي طرق ترشيد الكهرباء، كيف اليوم نحن نرشد او هي فعلا نقلل من استخدام الكهرباء؟ كيف نقلل من استخدام الكهرباء؟ بنستخدم مثلا طاقة شمسية او يعني مصادر ثانية حق طاقة يعني كهربائية. لا غلط. لا نحن نبغي يعني نقلل من الاستخدام. فاذا شو نسوي لما يعني اليوم انت توصلك فاتوره مثلا على سبيل المثال 2000 درهم في الشهر، انت تبغي تقللها، بهذه الحاله شو تسوي؟ نخفف يعني مثلا عندنا مكيف استهلاك الكهرباء. اذا كيف شو تسوي؟ يلا انت قربت يعني اعطيتني بس عاد يلا خبرني شو بتسوي. يعني مثلا تبغى مثال يعني اتكلم وياك عادي؟ يعني ما تخلي المكيف شغال 24 ساعه مثلا، او التلفزيونات ما تكون مشتغله. اوكي. طالعين نكفي الكهرباء مثلا اذا طلعنا مكان. انزين شو بعد؟ مسكر الليتات قبل ما اطلع من البيت. انت ذكرت لي شغله من الطاقات المتجدده دائما صحيح؟ مثلا استخدام المصابيح الموفره للطاقه صح؟ صح، اللي دائما توفر الطاقه. صح. انزين شو بعد؟ وعندك يعني ما نستهلك كهرباء وايد. انزين بسالك انا سؤال، اذا الحين انت زخيت الجهاز الريموت، الريموت المكيف وعليت عليه او نقصت عليه، هذه تغير ليفل الكهرباء نفسها ولا تم نفس الليفل؟ لا يتغير. يتغير. اذا شو اسوي؟ اضبطها يعني بمستوى متوازن يعني بحيث اني ما اغيرها ولا ايوه نخليها على اوتو. على الاوتو؟ لا اخليها درجه واحده وما اغير صح ولا لا، بحيث انه ما يزيد من استهلاك الكهرباء. فهمتني يعني ولا ما فهمتني؟ فهمتك. انزين شو بعد؟ يلا اعطوني اخر نقطه وانا بعطيكم جائزه. اخر نقطه. انزين اخر جواب بعطيكم جائزه. يلا اشيله وعد قلنا كل شيء. شوفي يعني ما انت شو ذكرت وشو قلتوا لي؟ قلنا لك ان استخدام الطاقات المتجدده. انزين وضبط المكيف على على درجة معينة. درجة معينة. زين وشو بعد؟ أقل استخدام الكهرباء. أقل من استخدام الكهرباء. هو السؤال هذا. زين أطفي مثلا المصابيح صح؟ صح. أطفي المصابيح يعني إذا أنا مو في حاجة لها على شو أخليها شغالة؟ ما إلا يوم بتروح تقرا. زين أو إن مثلا يعني نصير نخيم برا أو شيء، نسكر ليتات البيت وشي وما نستهلك الكهرباء. ما تستهلك الكهرباء. بس نعطيهم جائزة ويستاهلون ولا يستاهلون؟ يستاهلون؟ فعلا تستاهلون. وهذه جائزتكم مقدمة من شركة أبو ظبي للتوزيع وشكرا لكم. مشكور. حياكم الله. فعلا هي الإجابة أطفي المصابيح عند عدم الحاجة إليها أو أرفع درجة حرارة ضبط المكيف على الهواء درجتين واحرص على ملء أدواتك المنزلية بالكامل قبل استخدامها. استخدم المصابيح الموفرة للطاقة. أضبط درجة حرارة الثلاجة أعلى بدرجة واحدة. هذه إجابات السؤال، وخلونا نواصل وياكم في السوق الشعبي ونشوف منو بيجاوب على أسئلتنا الثانية. حياة. مشاهدينا الكرام خلونا نطلع الفاصل ونرد لكم مرة ثانية. من ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الظفرة في هذه السنة سباق الصقور. خلونا نطلع لهذا التقرير ونرد لكم مرة ثانية.
الجيل الشاهين اليوم بطولة الجيل الشاهين عندنا، تعرف اليوم أقوى شوط عندنا، ومثل ما تشوف أنت الجمهور متحمسين والمشاركين متحمسين كلهم، فالله يوفقنا إن شاء الله ويقدر الجميع إن شاء الله على الفوز وعلى الناموس إن شاء الله. السلام عليكم، معاكم حميد راشد أحمد المنصوري، مشارك في مسابقة الظفرة للصقور. شاركنا في البداية في فئة القرناس وحصلنا على المركز الثالث والحمد لله، واليوم شاركين في فئة الفرخ، جير شاهين جير تبع. ما حلفنا الحظ في الجير الشاهين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في الجير التبع، ونبارك لأخونا راشد المهري المزروعي على حصول المركز الأول ويستاهل. بسم الله الرحمن الرحيم، راشد علي المهري المزروعي، عندي مشاركة واحدة جير شاهين، والحمد لله توفيق من رب العالمين، كان أول انطلاقة وكان الهواء يعني والمناخ مساعد، كان طيب الحمد لله وأداء الطير طيب، والحمد لله حقق المركز الأول فضلا من رب العالمين. ما شفتوا مشاهدينا فعاليات كثير رائعة وفي نفس الوقت كثيرة في مهرجان الظفرة. خلونا نرجع وياكم للسوق الشعبي ونسأل أسئلتنا لليوم. مرحبا الساعة، الله حيّا. مرحبا والله، الله يعافيك. صالح خير، الله يسلمك. صالح الحاربي، ونعم فيك يا صالح. صالح كيف الأجواء تشوفها في المهرجان؟ والله الأجواء طيبة، ما منطول عليك. عندي سؤال الظفرة، يقول لك أين يقع سباق السلوك العربي مهرجان الظفرة؟ أين يقع سباق السلوقي العربي بمهرجان الظفرة؟ وين؟ شيء اختيارات؟ نعطيك اختيارات، فالك ضايق، فالك طيب. مضمار سباق الهجن ولا مضمار العين ولا مضمار الوثبة؟ فيه استعانة ولا؟ أين يقع سباق السلوقي العربي بمهرجان الظفرة؟ مضمار سباق الهجن ولا مضمار العين ولا مضمار الوثبة؟ وين؟ في الوثبة ولا في العين؟ نحن وين حاليا؟ في الغربية، في الظاهرة صح؟ نعم. زين، في اعتقادك انهم بيسوون في مضمار الوثبة ولا في مضمار العين هذا السباق؟ لا، في الوثبة. في الوثبة؟ نعم. ليش اقرب؟ والمضمار سباق الهجن موجود هنا؟ فيه مضمار هنا؟ شو رايك؟ اكيد في مضمار الهجن. متأكد؟ يلا توكلنا على الله. فعلا اجابتك صحيحة، اعطوني جائزة يستاهل. هذه متزوج ما شاء الله؟ نعم. زين، هذه جائزتك مقدمة من غنج المجوهرات، تستاهل. تفضل. تسلم، يعطيك العافية. الله يعافيك يا مرحبا والله. تعال 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 تعال، شو اسمك؟ محمد زاهر. محمد؟ زاهر. زاهر، ونعم فيك يا محمد زاهر. يا محمد، من وين زايرنا؟ من مدينة زايد. من مدينة زايد، أنت من هالمدينة ولا من السودان ولا من وين؟ من السودان. من السودان، والنعم فيك وأهل السودان كلهم. كيف تشوف المهرجان؟ شاركت ويا الأطفال ولا ما شاركت؟ شاركت. فزت ولا ما فزت؟ ما فزت. أفا، إن شاء الله بتفوز ويانا في سؤال الظفرة. سؤالك يقول: من هو الشريك الإعلامي لمهرجان الظفرة؟ من هو الشريك الإعلامي لمهرجان الظفرة؟ بينونة. متأكد؟ أيوة. أكيد. 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 فعلاً إجابتك صحيحة، وهذه هديتك مقدمة من كيدز دي، يعطيك العافية وشكراً لك. عفواً. يلا قول مشكورين بينونة. شكراً بينونة. العفو. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، وندخل في الأجواء زيادة ونسأل أسئلتنا اللي نحن متعودين عليها، أسئلتنا البسيطة والخفيفة واللي تحمل معلومات أكيد قيمة وتراثية في نفس الوقت. حياكم الله. الله حيهم شباب، كيف الحال؟ حالكم؟ عساكم طيبين. اسمك كريم. محمد احمد الخوار.
والنعم فيك يا خالد. احمد محمد احمد الخوار. خالد ابو الوليد ابو شهاب. كيف شفت الفعاليات الموجوده في المهرجان؟ والله الفعاليات طيبه وانتم طيبين وكل شيء طيب. طول عمرك، كيف يا ابو شهاب؟ والله الفعاليات مره ما فيها كلام. زين، سؤالكم يقول الحص هو نوع من انواع شو؟ حيوان. عطنا خيارات. هو حيوان صحيح، بس شو ممكن يكون؟ الحص بحري. ما ادري انا. سمك من البحر عاد. سمك في البحر؟ عاد هو في البحر. انت قلت سمك في البحر، انت شو تقول؟ ما عندي علم صراحه. عفا يا ابو شهاب. والله ما عندي علم. اي شيء، عطنا اي شيء. نوع من انواع الخيول؟ يمكن احتمال. شكرا لكم، يعطيكم العافيه على المشاركه. حياكم الله. مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام. خلونا نشوف منو هني معد ويانا، بنساله نفس السؤال واذا بيجاوب عليه مرحبا. الله حيا شباب، كيف الحال؟ حال. اسم الكريم؟ خالد المنهالي. والنعم فيك يا ابو الوليد. ما عليك. ابو الوليد كيف تشوف الاجواء؟ والله الاجواء طيبه، كل سنه احسن من سنه. يعطيك العافيه. شو الفعاليات اللي حضرتها الى الان؟ اكثر شيء المزايا. المزايا مشاركين ما شاء الله؟ ان شاء الله. يلا فالكم التوفيق. وياك. لك سؤال، وسؤالك من سؤال الظفره يقول ما هو الحص؟ الحص شو هو؟ من تحت الطاوله؟ لا لا لا. الحص؟ اي نعم. نوع من انواع التمر. نوع من انواع التمر. لا. لا. اختيارات. يلا. السؤال ما في اختيارات، لو كان السؤال اخر ممكن يساعد في الاختيارات، ولكن هو نوع من انواع الحيوانات، شو ممكن يكون؟ حص. ما سمعك. ما سمعت فيه يا خالد؟ لا والله. يعطيك العافيه. طير. طير يمكن؟ لا. شكرا لك، حياك الله يا خالد. خلونا نشوف الشباب هني. بنشوف الشباب هني اذا بيجاوبونا ولا مهل قطر. حياكم الله. يا مرحبا فيك، وعلى ارضك ودولتك الثانيه الامارات العربيه المتحده. انتم ما شاء الله مبين عليكم من الثوب وكل شيء جايين من قطر. الله يرحب بك. طبعا هذه دولتنا الثانيه وبيتنا الثاني. الله يسلمك. الاسم الكريم قبل كل شيء. فيصل هاجري. والنعم فيك يا فيصل. ما عليك زود. فيصل، انتم ما شاء الله ملمين في هالامور ومحافظين ايضا على تراثكم وعاداتكم وتقاليدكم. بسألك سؤال يخص الموضوع هذا، ما منروح بعيد، بس قبل كل شيء خبرني عن المهرجان وكيف تشوف المهرجان هذه السنة. والله يا طويل العمر، مهرجان ما شاء الله يعني لم العالم، وفيه كل ما يحتاجه الإنسان حتى في البر. يعطيك العافية. وسؤالك يقول الحص، شو هو الحص؟ الحص بلهجتكم ولا بلهجتنا؟ بلهجتنا. شو هو الحص؟ والله بلهجتكم ما أدري ولا بلهجتنا حتى. يلا بيعطيك خيار. الحص وشو؟ شو؟ سلوقي. سلوقي. أكيد عندكم سلوقي. ما سلوقي؟ سلقان واجد. صحيح؟ إي بالله واجد. إذا نوع من أنواع السلوقي؟ نعم. متأكد؟ سلقان. متأكد؟ أكيد. جاوبه. فعلا إجابتك صحيحة، وهذا كوبون مقدم من كامل كوكيز. يعطيك العافية وشكرا لك. الله يعطيك العافية. حياك الله. نحن ما شاء الله نعطي جوائز كثيرة من كامل كوكيز، لكن ما شفنا نحن شخصيا، ولازم نروح ونزوره ونخليكم ايضا انتم مشاهدينا الكرام تشوفون وتلقون نظرة على محل كامل كوكيز. حياكم الله. واخيرا اخيرا وصلنا لكامل كوكيز، موجود هني في هذا المكان. ناخذهم في لقاء صغير وبسيط وبشكل سريع. مرحبا الساعة. كيف الحال؟ طيب. كيف الحال؟ طيب. الله يسلمك. مرحبا الساعة. نتكلم أكثر عن كامل كوكيز وأنشطتهم في هذه السنة في المهرجان. مهرجان أوكي. كامل كوكيز إحنا يعني نشترك في المهرجان كل سنة، وهاي السنة الثانية لنا، والحمد لله. هذه ثاني سنة على التوالي قاعدين يشاركون في مهرجان الضفرة. ايه كيف تشوفون الإقبال؟ والله الإقبال حلو، يعني الأجواء طيبة والناس تحب كامل كوكيز، وكيف تشوف يعني كل شيء خلص بسرعة. لا ما يحتاج، كامل كوكيز صراحة ذا بيست وان هير. صح يعني. والله زين. أنتوا تحطون داخل لحم لا. بس أبغى أوضح هاي، لأن ماشي بالكامل، لأن الاسم بس، لأن راعيه إماراتي ومنتج إماراتي من الإمارات المتحدة، وعندنا فروع بعد في قطر وفي عمان وفي السعودية، والحمد لله الحين عندنا فروع وايد في العربية المتحدة. يعطيك العافية. بتذوقنا شيء ولا ما بتذوقنا؟ ماشي مشكلة. يلا خلونا نذوق إن شاء الله. نذوق لايف ونذوقكم كلكم. تكرموا تكرموا.
افضل واحد الناس تطلبه وايد اللي هو النوتيلا. نوتيلا يا سلام على النوتيلا. خلونا ناخذ. يلا منو يباه؟ منو يباه؟ تعال خذ. شيء من الاخر دون تعليق صح؟ شيء من الاخر. نو كومنت. نو كومنت صح. اشكرك جزاك الله خير. الله يخليك. شكرا لكم والله يوفقكم. مشكور حبيبي. موفقين دائما ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ما تنمل ولا تنتهي، ومجرد ايام للاحتفاء بمهرجان الظفره اكيد ليست كافيه، ولكن هذا الحب والوفاء والتعاون لا يحتاج إلى مهرجان، بل هو مزروع في أنفسنا وفي انتمائنا لهذا الوطن ولتراثه. حلقة اليوم خلصت، وباكر إن شاء الله يجدد لقانا. مع السلامة.